برضو الاسبوع ده الورق كتير. ازيكم؟ وحشتونا. اهلا بيكم في حلقه جديده من حصاد الاسبوع. في الاسبوع ده فرحنا بحاجات كتيره واحنا فعلا محتاجين نفرح. فرحنا بالعفو الرئاسي عن الشباب. فرحنا بقرض البنك الدولي وانخفاض الدولار. فرحنا لما فزنا على غانا وقربنا من كاس العالم. لكنها فرحة كده كانت ناقصة عشان ودعنا الساحر الشيخ حسني القبطان رأفت الهجان محمود عبد العزيز، فسميناه اسبوع الفرحة الناقصة. كالعادة كله جاي، بس بعد كبسولة الاسبوع واهم 20 خبر في الاسبوع ده. نبدأ. الإفراج عن 82 شاب من المحبوسين على ذمة قضايا كدفعة أولى من شباب العفو الرئاسي. افرح يا علي، افرح يا مرقص. نفي حكومي لحظر استيراد الدواء ومجموعة وزارية للتعاقد على الأدوية المطلوب استيرادها. يعني المشكلة عند مين؟ مجلس الوزراء بينفي تخصيص الشريحة الأولى من قرض النقد الدولي لسداد ديون شركات البترول الأجنبية. نفي شائعات مهم دلوقتي على فكرة. البنك المركزي ينفي إجراء تعديلات على تصميمات الأوراق النقدية المتداولة بالسوق. الفلوس بقيمتها يا جماعة مش بشكلها. منذ تعويم الجنيه البنك المركزي يوفر 2.5 مليار دولار لعمليات استيرادية. حلو، بس المهم ما تغلاش. قرار حكومي بإلغاء رسوم استيراد السكر الأبيض حتى 30 مايو المقبل. يعني السكر موجود ومش غالي. مصر تتسلم الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد والاحتياط يرتفع ل 23.3 مليار دولار. يا مسهل. وزير المالية يؤكد بدء سداد قرض صندوق النقد بعد 4.5 سنين على 12 دفعة. يا رب ما يجروش الأربع سنين دول يفضلوا كده. مجلس النواب يوافق بشكل مبدئي على قانون تنظيم الجمعيات الأهلية، وعلى فكرة دوره مهم جدا دلوقتي. النقد تقبل طعن مرسي وآخرين على أحكام بالسجن والإعدام في قضية اقتحام السجون. لا تعليق. النقد تؤيد إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك في قضية القصور الرئاسية. لا تعليق. الجنايات تقضي برفع اسم الفريق أحمد شفيق من قوائم الترقب والوصول. لا تعليق. الجنايات تقضي بالمؤبد لأمين الشرطة المتهم بقتل بائع الرحاب. التعليق اللائق القصاص. التعليم تنفي مد فترة الدراسة لمدة 12 شهر بالمدارس. مين اللي زعم أصلاً؟ وزير الصحة ينفي زيادة أسعار اللبن المدعم. بصراحة مش ناقص. قوات الحشد الشعبي تسيطر على مطار طلعفر غربة الموصل. الموصل على خط التحرير. القوات العراقية تعلن استعادة السيطرة على قرية النمرود التاريخية من قبضة داعش. بس يا ريت تفضل مدينة تاريخية بس. الكونجرس يقر قانون يعاقب من يدعم النظام السوري ويوافق على تجديد عقوبات إيران. بركاتك يا ترامب مع إيران. انضمام فرقات جديدة لأسطول روسيا البحري قبالة السواحل السورية. روسيا ما بتلعبش. الاتحاد الأوروبي يدرك 17 وزير سوري ومحافظ البنك المركزي على قائمة العقوبات. متأخرة قوي بس ماشي. كيري يعلن اتفاقا مع الحوثيين لوقف القتال في اليمن، ووزير الخارجية اليمني يرفض. وبيشترطوا كمان كفاية. روسيا تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية لفشلها في تلبية تطلعات المجتمع الدولي. على فكرة روسيا البداية واللي جاي الباقي. في تصريحاته المثيرة ترامب يعد بطرد 3 مليون لاجئ غير شرعي بعد تسلمه منصبه في يناير المقبل.
هنشوف. استقالة مدير المخابرات الأمريكية جيمس كلابر، استقالة عليها علامات استفهام كبيرة جدا. الساحر محمود عبد العزيز في ذمة الله، الفنان الكبير يرحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض، الله يرحمه. تحت شعار السينما للجمهور، انطلاق مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 38. معلش يعني هي فين السينما؟ المنتخب المصري يزرع أمل في كأس العالم في نفوس المصريين بهدفين في مرمى غانا، يا رب تكمل على خير. كده خلصت الكبسولة.